يسمعوني. مرة ثانية مرة ثانية بليز عشاني. هلو شكرا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بصحة وخير. تعالوا معانا اليوم الفلوج، عندنا اجازة شنو عندنا؟ اجازة. تعالوا معانا اليوم عندنا اجازة. اجازة يما في دوا. اليوم ان شاء الله راح نسوي اكتيفيتيز بالبيت، شلون رايكم؟ نو نو شنو نو؟ اوكي يا خلينا نسوي اكتيفيتيز بالبيت لما عندنا شيء، وماكو بي اس 4 وماكو تلفزيون. نو 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 نو. اليوم اقضوا معانا اليوم بس صافي. اليوم اقضوا معانا شلون اقولها؟ اقضوا معانا اليوم كله صح؟ شلون نقولها؟ قولها بالله انت مكاني. اقضوا معانا اليوم شنو؟ يا اقضوا معانا ها؟ اقضوا معانا اقضوا اليوم اقضوا معانا اليوم اقضوا معانا خلصوا ويانا اليوم اليوم تعالوا ويانا باليوم كله. سو الشباب كلها طالعة اليوم، وين رايحين؟ رايحين نجيب غراض الدولمة. اوكي يعني اليوم بغدانا دولمة. دولمة يلا تاخذوني. منو راح يسوي الدولمة؟ انا. انتي؟ انا راح الف الدولمة وانت راح تجيب غراض الدولمة صح؟ لا والله. يا والله. اليوم انتي اجازة، انا راح اسوي الدولمة. باي باي جايز. يلا باي. وصرت بروحي بالبيت بعد ما راحوا. تايم اني اشرب القهوة مالتي. بس الامهات فاهمين علي. بس الامهات مقدرين القهوة. وطحنا على ايلاني، بس ايلاني قاعد معاي. ايلاني حبوبي هسه بس يكبر تطلع النوايا الجميلة صح؟ ولا انت حبيب ماما؟ يوه في دوا. هاي شنو هاي ارسلوني؟ شنو اشتريت؟ واو جوشو تويز. يلا نفتحها ونلعب بيها. يا يلا يلا اعطيني بوسة. اعطيني بوسة. بوسة نو حق ماما. بوسة يا بوسة الماما مو للتويز. يلا طبعا اليوم قاعد نلف دولمة انا وزوجي. شوفي هاي صح. دولمة انت وزوجك انت اجازة انا اللي سويت. لا هاي صحني هنا وقاعدة الف يعني. لا لا تنكر وتزفتي صح. انا هسه راح تقول انا اللي سويت. شلون تو هاي من اللافهم هاي كلهم؟ ها حتى ايدي شوف ايدي. ظهري انكسر. ظهري انكسر. صار لي بس احضر هسه قعدت الف. سويت جدر ذاك على النار وهذا راح اسويه واجمد يعني. حتى بعد كل ما تقول لي اجازه اطلع من المجمد. طبعا هاي الدولمه بالسنه مره نسويها. شنو بالسنه مره؟ مو ذاك اليوم سويت لك اياها؟ ثلاث جذور سويت. واحد ودينا البيت جيراننا. اوكي صاحبتي صح. اي ها؟ اي وهسه هاي راح اسوي لك ثلاث جذور. هذا راح اجمده حتى كل ما تقول لي انا اجازه اطلع اخليه واسوي. حياة العراقيين في الغربة. ما حد يسوينهم الدولمة، فنسويها هسه وراح نفرزنها على مود وقت ما نحتاج نطلع ونطبخ. لا والله مو حياة العراقيين، حياة العائلة اللي عندها أطفال هواية وما يلحقون يطبخون كل يوم. فشو نسوي؟ نقوم نسوي دولمة بهاي الشكل مثل ما أنتم شايفين ونلفها أنا وزوجي. ايه انا زوجي. انا وزوجي. انا امتى تلفتي؟ يعني مشيها علينا هسه؟ يلا. يلا عشان اليوتيوب مشيها. هي لفتها كلها العالم. عافية عليك. ايوه هيجي. سو الدولمة العراقية اسهل ما فيها الاكل مالتها، لكن اصعب شيء انه هي الواحد يلفها. بس انه تسوونها كلش سهلة، مكوناتها سهلة وشغلاتها كلش سهلة، بس هي قعدتها واللف هاي تاخذ وقت طويل طويل طويل. هذا احسن ورق جبناه هنا موجود بمشيغان. شوفوا كلش حلو وشوفوا شلون انه حاطينه كل شوف. كل كل مجموعه لافينها سوا. ها شوف شلون حلوه شلون حلو. يا لا كلش حلو. يا اكو صغار
الإخوان اللبنانيين السوريين يحبوها الزغار لأن صغيرة يسوونها، إحنا لا نسويها كبرى. لا هم يسوونها ضعيفة ضعيفة حلوة. إيه كان الدولماية مالتي إيش كبرها؟ شوف الدولماية مالتي مقارنة معها هاي معوقة. ولا بريهم وريهم الفرق جيب. حط شوف يا أحلى. هاي اللفة صغيرونة صارت. هي صغيرونة شو سووا؟ لا إذا صغار خلي اثنين ثلاثة لذا الورق العنب. يا إيه حطين يم بعض. خبرة أنت. هيك انت اشتغل مطعم مال لف دولما. خبره وين تعلمنا الخبره؟ تعلمناها لان واحد يتعلم يريد ياكل شيء طيب. صوتوا بذمتكم منو اجمل لفه، شوفوا هاي ام هذيل كلهم؟ اما هاي أم هاي دولما العراق. هاي انا شوف حالات الناسكة ومرتبة وبها لمعة. انت حتى لمعة ما بيها ليش؟ لمعة ما انقلبها بالعكس. لا جدجة شوفوا مات شون حلوة. شوف هاي الوحيدة اللي الى الان سويتها انا ضبطتها الحمد لله يعني. البقية وهاي بس والله العظيم هي كل ساعة تلف تطلع واحدة معوقة وتقول لي مو انا. وهاي خلصنا من لف الدولمان. وهنا كانوا معانا المتابعين لايف، كنا فاتحين لايف، اللي ما متابعنا بالانستغرام يتابعنا. ويلا خلينا نشوف الدولمة بالوين بالمطبخ. يلا انا خليت عليه احب الخبز اللبناني. خلينا خبز لبناني ويلا راح نلف نقلب الدولمة. 1 2 3 1 2 3. واو شنو سويت يا يامي. انا احب هيك بيها ماي على فكره وايد. شلون راح تصير؟ والله افتح 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 افتح. يلا 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 يلا. واو يس يس. احلى تحيه للدولما. دولمة مالتنا الغداء شنو رايكم بيها؟ يز ايان طيبة ولا لا؟ انا تريت يت. اوه شنو قاعد تاكل؟ صار لك ساعة تاكل وتقول تريت يت؟ What do you think? Yummy in my tummy. Good. I like some دولمة. Good job. ايان السؤال ليش قاعد تاكل وانت لابس جاكيت؟ شنو برضه؟ شلونها طيبة ولا لا؟ طيبة؟ اوكي يلا انا هسه راح اخليكم وراح اكل هاي الدولمة. هسه اجينا وقت الاكتيفيتيز. اولاد ايان يزن اقعد ماما اقعد يزون اقعد يزوني ثانك يو. اوكي سو اول لعبه هسه راح نلعبها اللي هي هاي. ايان شوف راح اعطيك 2 مينيت عشان تفايند مي هاو ماني. خلينا نشوف هاو ماني ووردز يو غانا فايند. راح نبلش باول شيء. اوكي هذا الكتاب راح اسوي لك تايمر. امسك اوكي وين هنا التليفون مالتي. راح افتح لك التايمر. ويت على ما افتح لك التايمر. ليش تضحك؟ اوكي هسه هاي التايمر راح اشغله واياني لازم يطلع لي اكبر عدد كلمات ممكن. هنا عند الكلمات وهنا عند الاحرف. 1 2 3 ستارت. يلا 2 مينيت عندك. يلا اياني جو اهيد. امسحها. 5 4 3 2 1 0. ما لقينا. اوكي هسه it's time for اوكي هسه time for يزن. 1 2 3 start. 2 minutes for يزن. come on يزن فس بسرعة. ارسلاني كافي. ايش قاعد تسوي ارسلان؟ ارسلان looking for the pizza and doing play. يلا يزون شطور. يلا كمان كمان يزن. برافو at least you found. يلا one more. يلا ten nine eight seven six five four three two one zero. خلاص done. Well, I got better than Ayan. Okay, at least انت عندك وحدة. هسه اوكي ماما تير خليني اشوفها. Give me 2 minutes for me. Don't forget to like, subscribe.
سبسكرايب اند شير. اوكي 1 2 3 جو. اوكي حليت هشوف باليت ها لا اتشو سهلة موجودة باليت هاي لقيت 1 اوكي راح اختار دراما دراما Why is the time going so slow? What's on drama? It's not slow. Drama. Tickets! I find tickets! Yay! Number two. بعد شنو نشوف؟ Science? Wait, is this yours? Oh my god. How much did you find? Two. So أول مسابقة من اللي فازت؟ ماما. ماما أنا اثنين. يزن ثاني. وأياني زيرو. هسا راح نلعب لعبة ثانية. يلا شنو؟ تلوين. أوكي. هسا راح نشوف من اللي راح يلون أحسن وأسرع ويخلص أول واحد. أوكي. بس أهم شيء يخلص أول واحد ويكون أسرع. أوكي. So عندنا دفتر الرسم. أيان ويزن راح يبلشون يختارون. قصدي راح يبلشون يلونون. أوكي. يزن راح يلون هاي وأيان هاي يلا 1 2 3 ستارت كيفك انت اللي تريده انت اللي تريده عادي ها ارسلاني يلا ارسلاني your time come here for you تعال هاي فور ارسلاني يلا you have these colors okay and paint here يلا لون yeah you can use this يلا واو ارسلاني شكد حلوه واو لوحة فنية أرسلاني I like it okay. أرسلان more colors يلا أرسلان يلا no هذا not هاي glue هاي ماما no don't use it okay don't use it it's amazing واو هنا عندنا اياني خلص والرسمه ما تكلش حلوه بس هاي الشخابيط مالت ارسلان واخذ عليها 5 دولار لانه كلش حلو سواها برافو ايان هلا نشوف يزون يزون يبلش يلون لنا شيء ثاني اوكي شنو $2 in one of it and then another one I got $1 يلا لعد يلا شجعوا شفتوا اكو هدايا وجوائز للي يلون احلى يلا اياني بما انك تعبت عليها وسويتها خلينا نلون وحده ثانيه يلا ورينا يا يلا يلا وان مور يو دونت وانت 5 دولار مور tomorrow وصلنا احنا وياكم لنهايه بلوجنا لهذا اليوم اتمنى يكون نال اعجابكم لا تنسون تشتركون بالقناه وتسوون لايك وتشاركون هاي القناه بين احبابكم ونشوفكم مره ثانيه ببلوجات جايه واحنا باي من عيلتنا باي تش